عصر التكنولوجيا اليوم احنا بدنا المعلومة توصلنا لو بدقيقة واحدة بس. منصات التواصل الاجتماعي مش بس منصات للتواصل بين الناس، كمان صارت منصات لنقل الأخبار والأحداث وصاروا الناس يتفاعلوا عليها. يبدو انه الوكالات الكبيرة والقنوات الآن أدركت نفسها وصارت تكون إلها صفحة على الفيسبوك أو على إنستغرام، ويكون إلها بث على اليوتيوب أو يكون إلها مشاهد على قناة بتخصها. الشيء اللي خلاني أفوت السوشيال ميديا هو حبي للتوثيق، توثيق الأماكن الحلوة والرمزية في غزة، ولأنه غزة مليانة أحداث، مليانة تاريخ، مليانة عادات وتقاليد، لكثير ناس اضطروا إنهم يهاجروا لإلها وحبوها وحبوا ناسها وعاشوا فيها. هالإشي كان دافع كبير لإلي إني أفوت يعني في هالمجال، وخلاني إني أوثق كل شيء متعلق فيها وفينا. من وين أنت يا حاج؟ أنا من اللد. من اللد؟ سكان صرار. اللي خلاني أفوت السوشيال ميديا هو تخصص الإعلام الرقمي اللي أنا درسته 4 سنين. ليش درسته؟ علشان انت من خلال هذا التخصص بتثبت وجودك على المنصات حتى انت تكون شبكة معرفية كاملة، مش بس على قد المحيط اللي هم الاهل والاصدقاء، لا، انه بتعمل لك جمهور محلي عربي عالمي. انت من خلال السوشيال ميديا انت لك مساحة خاصة بتقدر تقدم المحتوى اللي انت بدك اياه بحريتك انت يعني على السوشيال ميديا، وتكسب معرفة مش بس محلية، لا ممكن عالمية كمان. أنا كمصور صحفي زي أصحابي وأصدقائي وزملائي الصحفيين بنصور أحداث الميدانية والسياسية، وانت عارف يعني فلسطين كيف أرض محتلة وفيها كتير تبعات ومجريات على الأرض، لكن أنا في النهاية ساكن على مسطح مائي كبير وجميل جدا، في الآخر بيتبع يعني مناخ البحر المتوسط، فحبيت أني أنقل صورة المياه بس لكن من الداخل. إحنا كمصور صحفيين كنا نقل المشاهد هذه للصيادين، كيف بيصطادوا، كيف انتهاكات الاحتلال بحقهم، السمك كيف بيطلعوه، المينا، حسبة السمك، أشياء يعني بينة من اليابسة. لكن المرة هاي عشان أنا كنت بخوض رحلات مع أصدقائي وكنا بننزل في البحر ونشوف كيف التركيب الداخلي للصخور، وكنا نشوف الأسماك بعينينا كيف هي بتتحرك في المية، فحبيت أنا أنقل هذا المشهد اللي هو أصلاً طول عمره مغيب عن سكان قطاع غزة وحتى عن العالم الخارجي. البحر عندي جزء أساسي، مكون أساسي من حياتي، هو مش بس كورنيش ولا هو رمل ومية، هو أكتر من هيك، هو بيمثل لي مناخ وبيمثل لي إنه كائنات بحرية جميلة موجودة جوا، وتكوين صخري جميل والصخور الملونة. منصات التواصل الاجتماعي أعطتنا مساحة كبيرة وكسرت الحواجز والحصار اللي إحنا موجودين فيه، وقدرنا نوصل صوتنا لكثير من الناس ونقدر ننشر المحتوى الفلسطيني اللي بخصنا على منصات التواصل الاجتماعي. ولكن برضو الاحتلال يعني ملحقنا حتى على المنصات، لأنه للأسف في محاباة لدرجة أنهم بيحذفوا الحسابات وبيحذفوا المنشورات غير البلوكات اللي بنخدها. مثلا أنا راح إلي 4 حسابات وفقدت كل متابعيني وراحوا، كل تعبي راح، زي ما راح بيتي في حرب 2014 وراح كل شيء معه. لما بنوثق بيارة أو متحف مش بس لجمالهم أو قدمهم، كمان لأنه ممكن هالأماكن في يوم من الأيام تنقصف وتبطل موجودة أصلاً.
طبعا اليوم احنا يا جماعه موجودين في بيارة من احد بيارات الحمضيات في قطاع غزه. معانا طبعا المزارع ابو احمد، يعطيك العافيه. الله يعافيك. بدي اسالك كيف انتاج السنه، كيف المحصول السنه شايفه؟ والله الانتاج ان شاء الله خير وفير والحمد لله، يعني كويس كويس. بس يعني تاخر الامطار، يعني اللي هي بتساعد في نمو الاشجار وزياده حجم الحب، يعني فهي بتأخرت السنة المطر. بتعتمد برضك على الأبار الارتوازية في الري. بتأمل من الله ربنا يكرمنا بالأمطار الوفيرة حتى نتسنى أن نزيد الإنتاج إن شاء الله. غزة كانت مصنع حمضيات، كانت بتصدر لكثير من دول العالم الحمضيات، الكرفوت، الكلمانتينا والبرتقال كمان، لأنه يعتبر الحمضيات اللي هنا موجودة من أجود أنواع الحمضيات الموجودة في العالم. المشاكل اللي بتواجه أي فلسطيني بيقدم محتوى على منصات السوشيال ميديا اللي هي التقييد والتضييق على المحتوى، إنه في كلمات مش لازم إحنا نكتبها على السوشيال ميديا، في أشياء إحنا ما بنقدر نغطيها لأنه ممكن حسابك يتعرض، لأنه تاخد حذر إنه ممنوع تنزل محتوى فلسطيني أو إنه يعمل تقييد لوصول محتواك الفلسطيني. ليه ما تشوف يا غزة مليانة كتير مواهب مدفونة؟ ليه ما تشوف المواهب هاي الجديدة اللي أصلا مش مشهورة؟ بتلاقيها في أماكن ثقافية، في معاهد موسيقى، نوادي ثقافية، مؤسسات. هي كأنه إجتني الفكرة اللي أنا بدي أعمل عنها. موضوع التصوير تحت المية بالمجمل اللي أنا بقوم فيه، يمكن لو حدا غيري حاول انه يبدا هاي البدايه هيتوقف تماما، لانه هي عباره عن جمله من المعيقات انا بحاول قدر الامكان اني اتغلب عليها واتجاوزها. انا بستخدم الغوص الحر اعتمادا على طول النفس، يعني حتى اني اوثق هاي المشاهد بايش اني اتمكن اني اتواجد تحت الميه قدر بسيط جدا، دقيقه او اقل، بوسائل غوص اللي انتم شايفينها، هذه الزعانف، بدلة غطس ملي ونص فقط، كاميرا جوبرو والمسدس البحري طبيعي كمان، صناعة محلية مرفقة عليه كاميرا جوبرو ونظارات وسنوركل. هذه الأشياء كلها ممنوع تدخل قطاع غزة لأنها ضمن سياسة الحصار المفروضة على القطاع منذ سنوات عديدة. في موسم الخريف مع الدخول في موسم الشتاء أنا بدخل في مرحلة نزاع مع المية الباردة. ليش؟ لأنه البدلة تبعتي هي ملي ونص والمية واضحة كتير، تختلف عن الفصول الأخرى وأشهر الأخرى في العام، بتمكنني أني أكون موجود ساعات قليلة في الماء، ومرات ما بقدر أنزل المية نهائي لأنه ما في عندي بدلة سمك 5 ملي والأشياء هذه، والمعدات كلها ممنوعة بسبب الاحتلال. كمان موضوع الاحتلال، احنا في بعض الاماكن الصخريه الجميله في طبيعتها وفي تكوينها بتكون قريبه من الحدود، وهذا الشيء كمان بيمنعنا انه احنا نقترب منها، لانه الاحتلال بيستهدف الغواصين، الصيادين، او حتى الصيادين العاديين اللي واقفين على اليابسه. اليوم احنا بالسنونو، مركز ثقافي بغزة. غزة اللي كانت دايما محط التقاء الحضارات، مرت وبتمر بعدوان وتدمير لأغلب هالمراكز الثقافية وحصار لأهل هالمدينة، إلا إنه فيها شعب بحب الحياة ما استطاع إليها سبيلا. غزة فيها شباب قدرات ومواهب بيقاوموا بطريقتهم وبيحاولوا دائما يوصلوا رسائلهم لكل العالم بإرادته وفنه لينقلوا فرحنا وثقافتنا ومعاناتنا. بهالشباب ومحاولاتهم رح نثبت وجودنا ونحافظ على ثقافتنا. طب
الوالي، عمري 16 سنة، أنا أحد طلاب معهد السنون. الموسيقى تقدر تقولي إنه هي المكان اللي بنهرب إله من كل الأشياء اللي بتصير معنا. يعني إحنا في غزة عشنا 4 حروب، الأربع حروب هاي كانت الموسيقى هي السبيل الوحيد إن إحنا نهرب. الإيقاع الموسيقى كان أعلى دائما من إيقاع الحرب. كل ده كان ليه لما شفت عينيه حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه. أخذت على عاتقي إنه أوثق وأصور هذه الأماكن، الأماكن الحلوة والرمزية الموجودة في غزة، حتى أظهر غزة الجميلة، غزة الحضارة والتاريخ للناس. فمن خلال الفيديوهات بديت إني أوثق هذه الأشياء حتى كمان أحكي للناس أكثر عن الموروث التاريخي اللي إحنا قاعدين بنشوفه. أوكي يا جماعة، حالياً إحنا موجودين اليوم في دير القديس هيلاريون أو ما يعرف بتل أمعامر. خلوني أحكي لكم قصة هذا القديس. هذا القديس فلسطيني وانولد في غزة، بعدها طلع لمصر حتى يتعلم الرهبنة، ولما رجع أسس هذا المكان اللي أنتوا شايفينه. وشوي شوي لما كبر صاروا يجوا الطلبة والعلماء من كل أنحاء العالم حتى يتعلموا منه. اليوم أنا قاعد بصور لكم هذا الإشي جزء من حضارتنا ومن تاريخنا حتى أنتوا تشوفوا هذا المكان وتيجوا حتى تزوروه، لأنه اللي ما إله تاريخ ما إله مستقبل. غزة رغم صغر مساحتها إلا أنه فيها كتير من الأماكن الأثرية وكتير معالم زي هيك، ولكن للأسف ما اكتشفوها بسبب قلة الإمكانيات الموجودة في القطاع. لكن رغم كل هذا إلا أنهم بيحاولوا يكتشفوا هذه الأماكن حتى يطلعوها ويفرجونا إياها. المحتوى هو توثيق لكتير شغلات بتمر في حياتنا في غزة، من خلالها بنعرف الناس بتفاصيل كتير مهمة زي الحملات المبادرات اللي ممكن يكون لها تأثير كبير في الرأي العام، زي هاشتاج أنقذوا حي الشيخ جراح. ناس كتير ما كانت تعرف هالحي ولا إيش اللي قاعد بصير فيه، لكن بعد نشر هالهاشتاج صارت تعرف كل شيء بصير هناك. بعدها إجا هاشتاج غزة تحت القصف، هذا الهاشتاج اللي خلى الناس تشوف إيش بصير في غزة، إيش فيه في غزة. الهاشتاج مع الفيديوهات مع التصوير توثيق الأحداث اللي كان لحظة بلحظة من حسابات مختلفة على السوشيال ميديا خلت العالم تعرف إيش بصير في غزة، إيش بصير في الشيخ جراح. هذه فوائد اللي هي السوشيال ميديا، وفوائد إنه إحنا نتفاعل ونثبت وجودنا مع قضايانا الفلسطينية. خليني أقول لك، ممكن هنا واقفين بنعرف 15 ميل، ممكن ساعات ساعات يقول في بقى 15 ميل رامي غزة، يقول لك روح البحر 3 ميل احتلال. وصارت يعني في 2020 أكثر من 15 مرة أغلق البحر، وأغلق 15 يوم كاملات 16 يوم أثناء العدوان على غزة. صياد شريحة مش بسيطة، تاني شريحة بعد المزارك، وإحنا في بلد ساحلي كمان، بلد ساحلية اسم بلد ساحلية لأنه الاحتلال مش بخلينا لا ساحل ولا بحر. سلامات، زي ما حكيت لكم أنه رح أحكي لكم عن التوب الفلسطيني، اليوم أنا موجودة عند سلوى، سلوى المعروفة بالتراث وبالتطريز وبالأثواب الفلسطينية. سلوى يعطيك العافية. الله يعافيك. بدي تحكي لي عن قصة التوب الفلسطيني. التوب الفلسطيني له حكاية، حكاية هو عبارة عن هويتنا وتراثنا وعزتنا. كان كل منطقة إلها توب، مثلا الجبال لهم تطريز معين، الساحل له تطريز معين. يعني احنا من خلال الثوب بنعرف البلد، تعرف البلد بتعرف البلد من وين من خلال الثوب. طيب الوان الثوب الاحمر الازرق، هل لها علاقه بالبلد بالمنطقه بالتفاصيل هاي؟ طبعا لها علاقه في الالوان. مثلا بئر السبع، تمام، عندك نوعين ثياب من بئر السبع، ثوب الوان الازرقات وثوب الوان ملون، الاحمر والاصفر والاخضر والبنفسجي، هذا توب البدوي. مجرد ما تعرفيه بتعرفيه بئر السبع.
وزي ما سمعنا من سلوى عثمان الخالدي انه الثوب الفلسطيني هو فلسطيني بامتياز لانه حكاية وطن، وكل قطعة وكل لون وكل تطريز فيه بتأكد على انه فلسطيني بامتياز. المحتوى هو وسيلة من خلالها بنقول للناس اللي برا عن قديش غزة حلو وفيها أماكن جميلة ورمزية، وقديش من سنين هالاحتلال بيحاول إنه يسرق هويتنا، ثقافتنا، تاريخنا وتراثنا. طبعاً الأكل هو في النهاية ثقافة وهو هوية، لأنه بعض الأكلات اتنازعنا إحنا والاحتلال عليها، يعني زي ما أكلة الفلافل وأكلة الحمص لليوم في مشاكل وعملنا عليها تقرير صحفية على وسائل الإعلام وبدعي إنه هي أكلته. لازم أنا أصور وأتوسع أكثر، وأنشأت أول قناة علمية فلسطينية تتكلم عن بيئة البحر المتوسط بهذا التوسع بكل تخصصاتها. بتكلم عن المناخ، بتكلم عن التركيب الداخلي للصخور والأسماك. توسعت كمان بعد هيك، صرت أعمل أطباق بحرية لغاية ما صار القناة قناة متكاملة. وهذه السمكة اللي هي اللوكوس الرملي، واللي تعتبر من أقيم أسماك البحر المتوسط والأعلاها جودة، وهذه برضو موجودة في بيئتنا المحلية، بسموها اللوكوس 111 عشان في ثلاث خطوط عند رأسها 111. بدنا ناخذ أبسط طريقة لعملية شوي السمك على الفحم، بدنا نشوف كيف المكونات وكيف بدنا نتبل وكيف بدنا نستخدم هاي الأمور كلها. معنا فلفل، معنا طماطم، معنا ليمون، بقدونس والتوابل والملح والتومة وكل الأشياء. تابعونا شوف كيف احنا هنقوم بعملية التتبيل، بعدين هنشوي على الفحم. احنا بنتبل على طريقتنا، ايش بخص اهل غزة ومناخ البحر المتوسط. تتبيل السمك عنا الغزاوية تحديدا بتختلف عن كل بيئات وتتبيلات الدول التانية. احنا كتير بنحب الفلفل الاحمر، بنحطه على السمك بالشكل هذا، وهذا الشيء بيعطيه طعمة وصبغة خاصة في طبيعة الأكل الغزاوي تبعنا. حطينا الفلفل وضربناه، وهلقد نحط البندورة. وهذه هي حياة الصياد البحرية، وهذا هو المشهد الأخير للسمكة. تنحط هيك، ممكن أحط عليها جزء من السلطة تبعتي علشان نغمس تتقدم في أجمل تقديم على شاطئ بحر غزة. احنا من خلال محتوانا ووجودنا على المنصات بنحاول نوصل انه غزة بلد الحياة، شعب فيها بيحب الحياة ما استطاع اليها سبيلا. غزة حلوة بالاماكن الاثرية فيها، بالتراث، بالثقافة، بالحضارة اللي فيها. غزة فيها كتير جمال ممكن احنا مش شايفينه، لكن لما احنا منصوره ومنخلي العالم تشوفه فهي راح تعرف انه لا، غزة مش بس للموت او للدمار او للحروب. احنا يعني ممكن نكون مليانين اوجاع، مش انه مش مليانين، كل واحد فينا عنده وجع، كل واحد عنده انكسار، لكن ممكن قاعدة مع ختيار، مع سيدي، مع ستي يحكوا لنا أشياء عن البلد، ممكن أغني لحالها ثورية وطنية ترد فينا الروح اللي انطفت، وإنه لا إحنا منحب الحياة ولا حنضلنا عايشين وفي أشياء كتير حلوة. لكن هنضل نصور ونوثق حتى هذه الأماكن، يعني هنضل موجودين هان، هنضل نحاول نحافظ على الموروث تبعنا، لأنه ممكن مؤثرين عالميين يعيدوا شو أنت بتنشر، وبهيك انت بتكون اثرت بغيرك وخدمت قضيتك. الله يسلمك، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. من وين انت؟ انا من اللد، سكان النصرات. من اللد. كيف شايف الحياه يا حاج؟ الحياه مش نافعه والله يا حاج، الوضع صعب، صعب جدا. يعني احنا
لا في مية ولا في كهرباء. وايش ايش نسوي؟ بشتغل بدون حاجة. طب لو حكوا لك تهاجر يا حاج بتهاجر؟ بهاجر بس بهاجر على بلدي.